والحرية والتغيير، ومع ضيفنا من الخرطوم أيضا أشرف عبد العزيز الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد كمال بولاد. ما مدى تلبية الحكومة الانتقالية التي أعلنها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لطموحات قوى الحرية والتغيير بكل مكوناتها؟ طيب، مساء الخير عليك وعلى مستمعيك ومشاهديك. حقيقة ابتدر اليوم السيد دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء المرحلة الانتقالية بالكشف عن وزرائه الذين اختارهم والذين اخترناهم نحن معه في قوى الحرية والتغيير، بعد خطوات طويلة ابتدأت من ترشيحات الكتل المختلفة في قوى الحرية والتغيير إلى أن مرت بالمجلس المركزي وفق المعايير المتفق عليها. وكلنا أمل أن يبدأ السيد عبد الله حمدوك السيد رئيس الوزراء مرحلة انتقالية بتوافق كامل من كافة أطياف قوى الحرية والتغيير، وأن تنسجم انسجام كامل مع برنامج وإعلان قوى الحرية والتغيير. واليوم كان بداية التدشين، وتحدث حديث عميق حول الخطوط العريضة لبرنامجه في المرحلة القادمة، وأعتقد لحد ما أرضى كثير من طموحات السودانيين من حيث البداية والمستوى النظري. وتبقى الآن العمل بمساعدة كل أطياف قوى الحرية والتغيير. سيد أشرف عبد العزيز، ما الذي يميز هذه الحكومة من حيث الوزراء أولا، ثم الملفات التي أشار إليها الدكتور حمدوك وقال إنها أولوية خلال المرحلة المقبلة؟ أهم ما يميز هذه الحكومة أولا أنها يعني تمت الاتفاق عليها بعد توافق تام بين قوى الحرية والتغيير وبين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبالتالي هذه الحكومة ستكون هي حكومة منسجمة ومتعاونة وبينها نسق جيد. النقطة الثانية أنه أولويات الحكومة الأساسية هي مسألة وقف الحرب ويعني تحقيق السلام المستدام كما أشار حمدوك، وهذه الأولوية هي يمكن أن تكون باعتبار أنها تمثل المعضلة الأساسية بالنسبة للسودان، وهي واحدة من يعني أزماته المتعددة المتشعبة والمتداخلة. وبالتأكيد يعني ما أشار إليه حمدوك واهتمامه بهذا الأمر وإرساله رسالة في بريد الحركة الشعبية شمال، باعتبار أن القائد عبد العزيز الحلو كان قد تحدث بأن الحركة الشعبية ستوافق على بداية التفاوض مع الحكومة، بإرساله رسالة عملية بأن حمدوك الآن هو ومجلس السيادة سيتفقان على تشكيل لجنة مثقلة لبداية عملية التفاوض. ومعلوم أنه في السودان هنالك ارتباط بين مسألة تحقيق السلام المستدام وبين إعادة الاقتصاد السوداني الذي يعاني من الانهيار إلى جادة الطريق، خاصة وأن كل الميزانية السودانية هي الآن ميزانية حرب، بالرغم من وجود هدنة من قبل جميع الأطراف، ولكن لا زالت الميزانية تصرف أكثر في الجانب الحربي، وهذا نتيجة خطر سياسات النظام السابق. وبالتالي لا بد من معالجة هذه الأولوية باعتبار أنها مهمة ومرتبطة بالمسألة الاقتصادية، ودونها لن يتم حل الأزمة الاقتصادية، وهذا ما جعل حمدوك يهتم بهذا الجانب بشكل مباشر بالإضافة لاهتمامه بالجانب الاقتصادي. هذا عن الأولويات سيد أشرف عبد العزيز. الآن ما هي التحديات التي يمكن ربما أن تواجه الحكومة لتحقيق وتنفيذ هذه الطموحات التي تشكل أولوية بالنسبة للوزراء؟ بالتأكيد يعني السقوفات العالية للحركات المسلحة بشأن تحقيق السلام إذا مضت بهذه الوتيرة ربما تجعل هنالك صعوبات أمام حكومة حمدوك، ولكن يبدو أن الرجل خبير، ومنذ البداية بدأ يرسل رسائل إيجابية جعلت الحركات المسلحة تستجيب لبث تطميناته هذه، وكذلك قوى الحرية والتغيير بدأت مستعدة لمراجعة كل العثرات التي من شأنها أن تمكن حمدوك وحكومته من تجاوز العقبة الكؤودة المهمة والمتعلقة بوقف الحرب وتحقيق السلام. النقطة الآخرة المهمة هي الاقتصاد ومعاش الناس، فكثير من الناس يرون أن الحكومة الحالية هي يمكن أن تحقق لهم أحلامهم تجاه الرفاه،
وأرسل حمدوك رسالة واضحة وقال إن الأمر يحتاج إلى جهود حقيقية وجهود تبذل فيها كل المستويات المختلفة في الدولة والمواطنين جهودهم لمسألة أن يعبر السودان إلى بر الأمان، ولا بد من الصبر على كثير من السياسات التي سيتخذها. هنالك أيضا تحديات متعلقة بترميم العلاقات الخارجية، وهذه الموقف أمام حمدوك بشأنها هو موقف إيجابي، خاصة وأن هنالك كثير من الدول في المجتمع الدولي بدأت تنظر للسودان بعين تختلف، بنظارة تختلف عن النظارة السوداء التي كانت تنظر بها لحكومة الخرطوم في عهد النظام البائد المخلوع، وأصبح الآن الأمر مختلفا جدا. وزار وزير الخارجية الألمانية السودان، يزور الوزير الخارجية للسودان ووزير الخارجية الألماني، وزار حتى ميدان الاعتصام وغيرها من المناطق، وهذا يدلل على أن هنالك اتجاه عالمي نحو السودان، ويستطيع السودان عبره يعني عزل هذا الطوق الذي كان ملتف على رغبته نتيجة سياسات النظام السابق في الإطار الخارجي. والإطار الخارجي مهم أيضا ومرتبط بالاقتصاد، لأن مثلا رفع السودان من القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب تجعله يستطيع تمرير كثير من المسائل الاقتصادية التي كان يفشل حتى في التحويلات البنكية من الخارج. كثير من المسائل يمكن أن تحل، وهنالك تفاؤل ونظرة إيجابية تجاه حتى هذه التحديات، ولكن تظل قضية الحرب والسلام هي التحدي الأكبر. نعود إلى ضيفنا من الخرطوم أيضا كمال بولاد. تحدثنا عن الأولويات، عن التحديات بالنسبة لحكومة الدكتور عبد الله حمدوك. ماذا عن ربما الأطراف التي تعترض على كل المسار الانتقالي بكل المؤسسات الانتقالية خلال هذه المرحلة منذ بداية تشكيلها، وتقول إن الصلاحيات الممنوحة للمجلس العسكري والوثيقة الدستورية بحد ذاتها ستعطل عمل هذه الحكومة، ما قولك في ذلك؟ اولا اهم ما قاله هو السيد حمدوك هو حدد الاولويات التي يجب ان يعمل بها بدقه شديده، وتحدث عن اهميه تقويم مفوضيه السلام، وتحدث ايضا عن مساله الانسجام مع مجلس السياده، وتحدث ايضا عن كثير من التجارب التي كانت في الفتره السابقه بينه وبين قوى الحرية والتغيير، وسماها بالحرف أنها كانت تمارين ديمقراطية نحو استمرار الفترة الانتقالية. صحيح هو هنالك كثير من التحديات تواجه حكومة حمدوك، منها التحدي الرئيسي مسألة تفسير الوثيقة الدستورية، وأن يتم التوافق ما بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء بشكل مسجم في تحقيق إعلان قوى الحرية والتغيير الذي يخطط لخطوات المرحلة الانتقالية، وصولا إلى أن يضع الناخب السوداني أمام صندوق الاقتراح، ومنها المؤتمر السلام والمؤتمر الدستوري والتحدي الاقتصادي. ولذلك أعتقد حمدوك أهم ما يميزه أنه يتمتع بقبول كبير، واعتقد سوف يكون هناك تعاون كبير جدا مع حكومته، خصوصا أن السودانيين يخرجون من تجربة شمولية لمدة 30 عام كان فيها كبت كبير وكان فيها أزمة اقتصادية. ولكن هل سيكون لدي سيد بولاد والآن هنالك هل سيكون لدى حمدوك الوقت الكافي لتحقيق كل ذلك، والشارع ربما على عجلة من أمره للحصول على أبسط مطالبه وهي الأمور الحياتية اليومية؟ أنا أعتقد يستطيع حمدوك أن يضع الأمور في الاتجاه الصحيح كما قلت، لأنه يتمتع بدعم كبير جدا، وأيضا له رؤية وله تجارب كثيرة جدا. الأهم من ده كله إرادة السودانيين نحو التغيير. الآن في مناخ واسع نحو الممارسة الديمقراطية ونحو الإرادة لحماية التجربة الديمقراطية، واستعداد بإرادة كبيرة جدا للخروج من نفق أزمة انقلاب عسكري ديكتاتوري وديمقراطية ليبرالية مجهبة. صحيح التحدي الاقتصادي والمعيشي تحدي كبير جدا، ولكن أنا أتصور
أن التركيبة التي اختارها حمدوك الآن فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي ووزير المالية وحمدوك نفسه والوزارات القريبة من هذا الشأن إذا كانت استثمار أو تجارة أو خلافه، نريد أن نعرف الآن التوليفة دي تمتلك خبرات في مواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية، وأعتقد أيضا هو يمتلك علاقات كبيرة لتحقيق ذلك. نريد أن نعرف الآن من السيد أشرف عبد العزيز سيرورة الأمور الآن، هل ستكون بتلك السلاسة التي تشكلت بها الحكومة منذ وصول حمدوك الذي وصل قبل أيام فقط إلى الخرطوم نحو تشكيل المجلس التشريعي في المرحلة الثالثة من تشكيل المؤسسات الانتقالية؟ ومنذ فترة طويلة يعني ظل السودان يعاني من عدم وجود ديمقراطية حقيقية على الأرض، يعني واضح جدا أنه التجربة الديمقراطية الحقيقية الآن يعني الحالية تشهد مزيد من التمارين، ولعل قوى الحرية والتغيير المنوط بها تشكيل المجلس التشريعي وكذلك من قبل المشاركة في المجلس السيادي أو تشكيل الحكومة الحالية تستفيد من العثرات التي حصلت، ولكن قوى الحرية والتغيير نفسها تعتبر هي ليست أكبر تحالف في تاريخ السودان، وهو تحالف عريض. فمن الطبيعي جدا أن تكون هنالك تباينات وردود أفعال داخل قوى الحرية والتغيير بين مكوناتها المختلفة، لأن مكوناتها قد تتجاوز 100 مكون، وبالتالي هذا يعني ضرورة وجود اختلاف أمر طبيعي. ولكن المهم أن قوى الحرية والتغيير ظلت في كل مرحلة تتجاوز هذه العقبة لأنها تتفق بالإجماع على ما المقترحات المختلفة والترشيحات التي يتم التداول فيها داخل الاجتماعات. وأخيرا هي الآن استطاعت تجاوز مرحلة الحكومة وعبرت منذ كذلك تجربة المجلس السيادي، والآن ربما تستطيع أن تعبر تجربة المجلس نحو التشريعي. شكرا جزيلا لك أشرف عبد العزيز.